صفا حبيبتي تقول برأيك شو لازم تدفع المرأة مثلا، يعني الصرف المادي على الرجل مو عليها. شوفي انتي عندك يعني عندك فلسفات، اوكي عندك فلسفات، يعني عندك باكجات، ما تقدرين انتي تاخذين من كل باكج الشيء اللي يناسبك. ما يشتغل الموضوع بهذه الطريقة، ما يشتغل، اوكي ما يشتغل. يعني مثلا اوكي انا اؤمن بفلسفة انه الصرف على الرجل 100% والمرأة ما تصرف ولا شيء، اوكي طالعة تشتغل شغلها كثير ممتاز احسن من شغل زوجها، قاعدة في شقة ايجار وضعها كثير مزري، ما عندها خدامة، زوجها ما يقدر يوفي لها خدامة، مستهلكة كل راتب الزوج. تقول لك الزوج لازم يصرف، يدبر نفسه، يجيب لي شغالة. طب يا ماما فلوسك وين؟ فلوسك وين؟ ما هنعرف، ما ادري، في البنك، ما ندري. بعدين تقول ترى الشهر الجاي ابغى شنطة شانيل، لا تنسى لا تنسى، الشهر اللي بعده عيد ميلادي، ها عيد ميلادي لا تنسى. طيب يعني القصة اللي انت اخدتيها والفلسفة اللي انت يعني مؤمنة فيها، عيشتك هالعيشة الرديئة، يا ماما استخدم فلوسك، انبسطي بفلوسك، اعوذ بالله، اشتري، روح اشتري لك شنطة الشانيل. وش هالبخل على الناس على الذات، روحي واشتري لك شنطة الشانيل، يا ماما جيبي لك شغالة، جيبي لك شغالة، رفهي عن نفسك، عيشي حياة طيبة، ما دام عندك فلوس لنفسك لعمرك. فهذا هي القصة، انه انت ما تقدرين في كل مرة تاخذين تنتقين من الفلسفات، تنتقين من الفلسفات. في نفس الوقت لا تنسين انك تحطين رجلينك على ارض الواقع، لا تنسين. على فكرة اذا بتسمعين للفلسفات ما راح تنتهي القصص، اذا بتسمعين دائما في احد يتفلسف يقول لك لا تدفعين، لا تصرفين، الرجل هو اللي يصرف، او يقول لك اصرفي عادي، اتس اوكي، النص بالنص، دائما في فلسفه. اوكي وين المهم؟ المهم الموضوع يعني ينطبق عليك، يناسبك، يناسبك، هذه القصه المهمه. عمر يقول كيف نساعد شخص قريب مننا عنده خلافات زوجية كبيرة بطريقة واعية، علما انه الطرفين مو كثير ناضجين. اوه ماي جاد، يتجلدون اجل ها وانتم قاعدين تتفرجون. والله من اصعب الاشياء انك تتدخل في خلاف، والله يا عمر مرة صعب، مرة صعب، صدقني لو قلت لهم الحقيقة زعلوا عليك، لو طبطبت عليهم ضحكت عليهم بكرة اكتشفوا الحقيقة وقلبوا عليك، لو يعني قلت لهم يا جماعة انتم ما تصحون بعض، اذيت واحد طلق وبكرة يقلبون عليك ويقولون لك انت اللي طلقتنا، لو قلت لهم ارجعوا حبايب وجلدها وضربها قالت لك انت السبب، انت اللي رجعتني، انت اللي رجعتني، شفت الضرب هذا بسببك. فعشان كذا يعني من اصعب الاشياء اللي انت تتدخل فيها انك تتدخل بين رجل وامرأة، وخصوصا انهم وقت الخلافات تطلع شياطينهم، وقت الحب اوه ينسون القصة، بس انت ما نسيت، انت كنت حاضر، انت كنت حاضر. تقول وش هالقصة هذه، نسوا كل الموضوع وورطوك فيه. فانا اقترح انك انت يعني تكون بعيد، تكون بعيد، وتكون متى ما جاء احد وسألك واستشارك ذاك الوقت اوكي، حتى مع الاستشارة والله الواحد يعني ودك انه ما يفتي، حتى مع الاستشارة ودك انك انت ما يعني مرات كثير من هذا اللي لاحظته، كثير من الازواج ما يمكن ينقلون لك الحقيقة كاملة، معلش معلش، كثير منهم لا ينقلون الحقيقة كاملة، كل واحد ينقلها من زاويته وبطريقته وتوقيته وبشعوره وبعاطفته، وتكتشف انه مرات تجيك امرأة يعني مجلودة وكذا وتقول او زوجي سوى وفعل، تقعد معاه تلقى عينه مفقوعة ما تدري
ما تدري وش القصة يعني كاملة وش تبعاتها وش اللي صار وكيف أذوا بعض، ما تستطيع انك تفهم. وما يقولون، ما يقولون وقت الخلاف كل واحد يبين نفسه انه هو احسن واحد وهو تمت الإساءة له كذا كذا. هاي طريقتهم، هاي طريقتهم، يجون يشكون يقول لك انه هو شخص جيد، هو رجل جيد وزوجته امرأة شريرة، وهي لو تقعد معاه بتقول لك ان هي امرأة جيدة وزوجها رجل شرير. دائما هي نفس القصة كذا، دائما نفس القصة. فبصراحة يعني حتى ترى على فكرة على موضوع الطلاق، انا ابغى اقول لكل شخص يسمعني، متخصص نفسي، لايف كوتش، مستشار العائلة، بليز خلوا قراراتهم تنضج، خلوا كل شخص يتخذ قرار الطلاق بنفسه، لا تتدخلوا، لا تقترحون اي اقتراح، لان قرار الطلاق بحد ذاته يحتاج نضج معين، فخله هو ينضج ويتخذ القرار عشان يتحمل المسؤولية. ما تبغى بكرة انت تشيل مسؤولية احد، لا واقعيا قدامه، ولا على المستوى الفكري، ولا على المستوى المشاعر، ولا على مستوى الطاقة، ولا في بعد اخر. ما تبغى تشيل، ما تبغى تشيل بصراحة، ما تبغى تشيل طاقة احد. وبعدين مرات ترى على فكرة يعني الاختبارات يعني تكون هي اختبارات زوجية عشان هم ينضجون، فخلهم خلهم ينضجون في الطريق ولا لا. طيب خلنا ناخذ اسئلة من تيك توك. نصيحتي للمقبلين على الزواج، والله انهم هم يفتحون كل الملفات ويستعدون، زي ما تستعدين بالفستان الابيض والطرحة وكذا، لازم تفهمين انت داخلة على ايش، وش احتياجاتك، وش تبغين. طبعا غالبية الاشخاص يتزوجون هم ما يعرفون عن الحياة المشتركة. تعرف يمكن تعرفت على شاب من بعيد البعيد، اوكي، ما تعرف كيف ممكن تكون العلاقة لما يكون زواج. الزواج شيء والعلاقة شيء آخر. فجاءت تهتم انها تجهز الطرحة والفستان والشنطة والجزمة والسفرة وكذا، بس الأشياء الحقيقية لا. بعدين لما يقع الفاس في الرأس، لما تفتح الدرج وتلقى الفلاشة اوكي، تقول او ماي جاد، ام ابغى استشارة مع الدكتورة سوية، اوي شو سوي، ماذا أفعل؟ ماذا؟ كذا تحس إنه الزواج انهار والدنيا تلخبط. طب يا ماما من بدري، من بدري يا ماما قبل الفلاشة، من بدري يا ماما. أنا أقول كل زواج فيه مفاجآت، كل زواج فيه مفاجآت، أؤمن أن كل زواج فيه مفاجآت. لا يمكن أنت تكون عرفت الشخص 100% واكتشفت 100% وعرفت كل ماضي وكل تاريخه 100%. كل زواج فيه مفاجآت، عاد ما ندري كويسة او ما هي كويسة، هذا شيء مختلف تماما، قصة اخرى. فلما تجيني تقولين لي فتحت الدرج ولقيت الفلاشة، بقولك روحي احضري دايزي اللي كان المفروض تحضرينها مع فستان العرس، كان المفروض تحضرينها وانتي تحضر، هذه احد تحضيرات الزواج، انك انتي تحضرين الفكر والشعور وتعرفين انتي مقبلة على ايش. ايش رايك بالزواج من اللي يكذب وبعدين يقول ما كذبت ويقلب الطاوله ويزعل؟ او ماي جاد نوف، الان انت برا صح، برا القصه، حطي رجلك، حطي رجلك على النصاب الكذاب هذا. لا وفوق كذا يعني شين وقوي عين، اوكي، قله ادب، يكذب ويقلب الطاوله بعد، ياه. هذا ترى اشارات نرجسي، معلش هذا بكره يشكك في عقلك، قولي اصلا انتي مين قال انك شايفه الفلاشه؟ انتي تتوهمين يا بابا شايفتها، اقول انتي تتوهمين، تتوهمين هذا في مخك عشانك سمعتي الموضوع عند الدكتوره سميه صار في مخك، تتوهمين كذا بتصير كل حياتك بهذه القصص كله، انتي تتوهمين. شوي شوي بتحسين انك مختفه، بتحسين انك ما انتي بصاحيه، بتحسين انك يعني بتشكين قدراتك العقليه، بتشكين في إمكانياتك. على فكرة هذول الناس عندهم القدرة على غسيل الدماغ، عندهم القدرة على التشكيك في ثقتك بنفسك، عندهم القدرة أنهم يهدونك هد ثقتك بنفسك. فبليز مدامك في البر حطي رجلك.